عرين عويض عواد، 36 سنة، من مدينة حيفا، متزوجة للناصرة. ولدت في بيت اللي تربيت على خط وطني سياسي، هذا ما دفعني لهذا الاتجاه. انضميت في المرحلة الثانوية للشبيبة الشيوعية، وهناك بدأت أتعرف على منظماتها ومن ضمنها حركة النساء الديمقراطيات. ومن خلال انضمامي لحركة النساء الديمقراطيات بدأت في عدة دورات اللي هي تقوية للنساء، ومن هناك اخترقت صفوف حركة النساء. كوني أول إشي من بيت اللي هو دعم النساء وأعطى فرصة للنساء بأنه تطلع وتطور نفسها، فكنت أفكر بأنه المجتمع كله بنفس البيئة عايش اللي أنا عايشة فيها. ولكن انتقالي أو في مرحلة الثانوية وخروجي والتعرف على نساء وفتيات من بلدات أخرى، أرى أنه في فروق. ما كانت القرى صغيرة، العائلات تنتين أو ثلاثة كبيرة، وفي ترابط عائل أكثر، طبعاً العادات غاد موجودة أكثر، في حرية للفتاة ولكن بحدود. إحنا إذا بنحكي على النساء اللي موجودات في المدن المختلطة، حيفا، عكا، لد ورملة، في حرية للبنات أكثر طبعاً والفتيات والنساء، رغم أنه بعد في برضه هناك نساء اللي بتعاني للأسف. يعني في أمور توجع، أنه إحنا موجودين اليوم بال 2016، ولكن في عندنا بعد قيود وعادات اللي مسيطرة على النساء اللي لازم إحنا نعمل بجد على أنه نتخلى عنها.